تغريدات ومواقف سطرت سيرة ابنة القائد الجديد لحزب الله اللبناني، والتي على ما يبدو قررت أن تخالف العرف السائد وتقوم بأمور جديدة وغير مسبوقة على ابنة الأمين العام للحركة، ما جعلته مصدر اهتمام الكثيرين، خصوصا بعد حديثها عن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله. فما القصة؟ لم تكد تتوارى سيرة واسم زينب نصر الله ابنة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله حتى برز اسم زينب أخرى، ولكنها هذه المرة زينب نعيم قاسم ابنة الأمين العام الجديد للحزب نعيم قاسم. وعلى عكس ما يفعله أبناء قادة الحزب الذين يتوارون عادة من الظهور الإعلامي عندما يكون أباؤهم على قيد الحياة وفي مناصب القيادية، فإن زينب نعيم قاسم قررت أن لا تتوارى عن الأنظار وأن تكسر تلك القاعدة بظهور متكرر ومستمر على منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً منصة إكس. وابنة الشيخ نعيم تعرف نفسها بنحن أبناء علي بن أبي طالب، وكتبت نحن أبناء لا بنات. لكن بحسب العديد من رواد السوشيال ميديا وكذلك المحللين، فإن حضور زينب نعيم قاسم أقل كاريزما من ابنة سلف والدها زينب حسن نصر الله، وقد سارعت إلى نشر إعلان قالت فيه: عاجل كلمة للأمين العام للحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وهنا تكون المفاجأة بأنها لم تلقي إشارة إعجاب واحدة، كأن الفرق بين الابنتين يعكس الفرق بين الأبوين من حيث الحضور والكاريزما، حيث يوصف الأمين العام السابق للحزب بأنه كان شخصية كاريزمية ملهمة وكانت خطاباته محفزة لعواطف الجمهور. مع هذا فإن ابنة نعيم قاسم تكرر كل يوم جمعة عبر إكس: لا تنسوه من دعواتكم، وتعود وتكتب: أبي انكسر ظهري من بعدك، ستظل ذكرياتك نورا أستمد منها روح المقاومة. كما كتبت زينب نعيم قاسم مرة عن حسن نصر الله: عمت عيني عليك يا أبي وقائدي، نلت ما تمنيت يا عزيز الروح، والله مشتاقة لك. لكنها لم تحصد معجبين، وعادت زينب ابنة قاسم لتنهمك في أخبار والدها كاتبة: يوم أعلن الوالد الأمين الخلف نحن من سيمسك رسن العدو ونعيده إلى الحظيرة، وعادت وكتبت له: ساعد الله قلبك أيها الحبيب أبي نعيم، وأنت تفتقد رفاق دربك درب الجهاد والتضحية. زينب ابنة نعيم كتبت عن حوار في الحلمة بينها وبين والدها، جاء فيه: كان اتصالا بيني وبين الوالد، قلت له: عظم الله لك ولكم الأجر والمصاب الجلل، ما هي أخبارك حول الحرب؟ قال لي: بنتي زينب، على أي حرب تتكلمين؟ قلت له: حرب حزب الله مع الصهاينة. ضحك وقال: نحن نناور فقط، عندما تبدأ الحرب سأعطيك خبرا، كوني مطمئنة، النصر حليف المقاومة. مع هذا فلا يوجد تأكيد رسمي من حزب الله على أن هذا الحساب يعود بالفعل إلى ابنة الأمين العام الجديد للحزب، مثلما لم يعرف حتى الآن مصير ابنة الأمين العام السابق زينب حسن نصر الله.